مرحبا ترحب تنبه للمواجب الأصيلة عد ما لحد طرق وعد ما حنحن راعدها يا هلا يلي لقاهم يشفي الروح العليلة يا وجيه نورها كالشمس لا جتب كبدها مرحبا باسم الكريمة بنت الأجواد الأصيلة أم مشعل يا سعدها اليوم في فرحة ولدها أم مشعل يا سعدها اليوم في فرحة ولدها أم مشعل والمدايح كلها فيها قليلة الزيون صافها وما نحصيها في عددها بنت شيخ بالكرم والطيب ما نلقى مثيلة الشيخ عز وشيخ طالة والمواقف هو أسدها من زحون الماخذين المجد وسيوفه وخيله لا بتنتظر بالفعل الجزال وتعتمدها لا بتنتظر بالفعل الجزال وتعتمدها افخري يا أم مشعل فيه وانت له سليلة الذاكرة المرجلة وللمراجل هو سندها وانت يخت لي لهم في الناس مقدار وفضيلة القروب مشعل والوصف النبيلة يا وريث ابوك بفعاله واسمك ما فقدها يا وريث ابوك بفعاله واسمك ما فقدها وانت رمز الجود يا مشعل والوصف النبيلة يا وريث ابوك بفعاله واسمك ما فقدها واثني الترحيب باللي قد لفاشر وشيلة مرحبا بضيوفنا عد النجوم وما بعدها مرحبا ترحيب تنبه للمواجب عد ما لحد طرق وعد ما حنحن راعدها يا هلا يلي لقاهم يشفي الروح العليلة يا وجيه نورها كالشمس لا جتب كبدها مرحبا باسم الكريمة بنت الأجواد الأصيلة أم مشعل يا سعدها اليوم في فرحة ولدها أم مشعل يا سعدها اليوم في فرحة ولدها أم مشعل والمدايح كلها فيها قليلة الزيون صافها وما نحصيها في عددها بنت شيخ بالكرم والطيب ما نلقى مثيلة الشيخ عز وشيخ طالة والمواقف هو أسدها من زحون الماخذين المجد وسيوفه وخيله لا بتنتظر بالفعل الجزال وتعتمدها لا بتنتظر بالفعل الجزال وتعتمدها افخري يا أم مشعل فيه وانت له سليلة الذاكرة المرجلة وللمراجل هو سندها وانت يخت لي لهم في الناس مقدار وفضيلة القروب اللي لكل الناس ما تقصر مددها القروب